محليا شنو تشجعون؟ الهلال. 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 نشجع الاهلي. 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 الاهلي ان شاء الله. الهلال. 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 سمعتوا اخر الاخبار انه كريستيانو رونالدو راح ينتقل للنصر السعودي؟ اشاعه ما عليك منها، هذه اشاعه مجرد اشاعه. نصر مين؟ ايش قدر النصر للكريستيانو؟ ما كريستيانو. وانت؟ النصر نادي كبير يستاهل. يستاهل. صعب يجي. لكن فرضا لو اجى، شنو شعوركم وفرقكم راح تواجه كريستيانو رونالدو؟ جدا بسيطه، في جيب البلاهي، جيب البلاهي وتنبكت. احنا وقفنا ميسي ووقفنا ليفا، ما نوقف كريستيانو، نوقفه معاهم. صحيح. زين، انت شعورك الهلال قلت لي مو؟ الاهلي. انا الأهلي. انا الاهلي ما لي شغل بموضوع النصر ولا الهلال، ولا انا تحت مع الوحده مع الشباب. اوكي، الموسم اللي يجي راح ترجع انت للدوري ان شاء الله. والله ان شاء الله اذا رجعنا كل حد في الحديد باذن الله. وانتم؟ لاعب سهل. سهل 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 جدا. كريستيانو رونالدو لاعب سهل؟ بسيطه بسيطه بسيطه. عندنا ناس ثانيين مسكناهم كثير. كريستيانو مو بصعب يعني. الهلال. النصر. الهلال. الاتحاد. الهلال. النصر. الهلال. انا عندي سؤال، السؤال يقول رونالدو يعني راح يجي للنصر، انتو كمشجعين فريق النصر والفرق الباقية شنو رأيكم بهاي الصفقة؟ صفقة رائعة بصراحة، ولكن راح يزيد التنافس يعني في الدوري اكثر. انت قلت لي يا فريق تشجع الهلال. زين، اذا واجهك رونالدو شو راح يكون؟ عادي، كنا اي لاعب من النصر يعني. حلو. نصراوي. نصراوي. تكون صفقه الامر بالنسبه لنا. يعني رونالدو يلعب بالنصر يعني راح يجيب الدوري. خلاص يعني بنجيب كل شيء. على قولته راح تجيبون دوري. كل شيء. صار لكم كم سنه ما ماخذين دوري؟ ثلاث سنوات. الله الله يساعدك. شو تسوي هنا؟ هم عندهم كريستيانو، احنا عندنا سالم. اوه هذا تحدي كبير. كريستيانو في جيب حجازي. وين؟ في جيب حجازي. سمعت وين؟ النصراوي. سمعت وين يقول؟ خليه يجي بعدين، احنا قاعد الكلام بس عنده. اوكي. بيستفيد وبيع قمصان بس. بس. صدق؟ صدق. اوكي. بتكون اضافة قوية للدوري، بتزيد من قيمة الدوري. من شهرته. زين، انت نصراوي. صح، نصراوي. هنا يقول يكون في جيب حجازي. الموسم القادم نشوف شنو، وين بيكون حجازي؟ وين يكون؟ وين يكون؟ وين غير نعرف؟ بس في الترتيب الدوري. بس هاي ترى صعبة. النصر هو اللي يشجع الاتحاد. الترتيب الدوري. لا، في الدوري. والله انا هلالي. انا المنتخب اتحفظ. انا هلالي. هلالي. انا شجع هلالي. ما شاء الله اثنينكم هلاليين. سمعتوا بالاخبار الاخيره انه رونالدو راح ينتقل للنصر السعودي، انتوا شنو رايكم بهاي الصفقه لو تمت؟ والله مبدئيا دليل وجود اساسا كريستيانو بالدوري السعودي، هذا دليل على ارتفاع الدوري السعودي الحمد لله اللي قاعد يصير. في تطور، في لاعبين جو مثل جوميز جاي من الدوري الفرنسي وكان من المنتخب، وفي لعيبه كثير على المدى. احنا مارادونا لعب للاهلي بيوم من الايام، فبالعكس احنا يعني قادرين على اي لاعب جلبه وراح يكون اضافه صح للدوري، لكن احنا برضو اضافه لاي لاعب حيجي للدوري السعودي ان شاء الله. انا شخصيا فيما يخص الهلال، طبعا وجود كريستيانو اضافه للدوري السعودي، وبرضه هذا دليل على قيمه ارتفاع الدوري السعودي. لكن فيما يخص الهلال، الهلال ما يتوقف على لاعب، الهلال نادي مؤسساتي بطل، سواء حضر له كريستيانو وميسي، حضر ميسي وكريستيانو في انديه اخرى، راح يظل الهلال بطل وثابت والبقيه متحركون. يعني راح اتذكر كلامي ان شاء الله. يعني جمهور الهلال ما راح تخافون بمباراتكم امام النصر من رونالدو؟ لا لا، احنا دائما كهلاليين احنا واثقين بالفوز، بس احنا نشوف من اللي بنقابل، هذا اللي احنا دائما متعودين عليه، الهلال ثابت والبقيه متحرك. احنا عمرنا ما خفنا. كنا نشوف اخوان المغاربه، حمد الله لعب مع الاتحاد ولعب مع النصر، الهلال ثابت ما تغير. اكو موضوع يعني اشيع بالوسائل التواصل الاجتماعي انه رونالدو وقع للنصر السعودي، انتو شنو؟ لا لا، غير صحيح. ما راح يوقع للهلال بس. ما راح رونالدو ما يوقع بس للهلال؟ نعم. يا اخي يقولون ماشيه وراح يجي للنصر السعودي. لا لا لا، جاء بيقوي الدوري، لكن الهلال فوق الكل اكيد. انا اشجع النصر السعودي. النصر السعودي. نعم. زين، اوكي، رايك صفقه انتقال كريستيانو رونالدو للنصر لو تمت؟ والله اشوفها صفقه موفقه وراح تضيف للنادي ولل
يعني السعودية بشكل عام. أوكي، أنت شنو شعورك لو ارتدى رونالدو قميص النصر؟ لاعب عالمي. والله حكون فرح جدا، وإن شاء الله إنه حنحقق مع بطولات يعني. يعني هذا تحدي الباقي الأندية لو تمت الصفقة؟ أكيد تحدي كبير جدا.